حكيم تاحني، مدير عام نزل جولدن ياسمين لزول في بالاس فيقس. سي حكيم، وقوفكم الى جانب نادر هذا الصفاقسي، الدعم كما الجماهير كما الناس الكل ضروري، حتى انتم كان لكم يوم مع نادر هذا الصفاقسي. صحيح، كان يوم مع نادي الرياضي الصفاقسي، احنا نحاولوا باش ندعموا الفريق اللي هو يعتبر معناه قاطرة الفرق التونسية اللي في الجنوب. اليوم معناه وفرنا لهم مأدوبة غداء، كذلك وفرنا لهم معناه إقامة وعشاء. هذا هو اللي قدمناه بالنسبة للرياضي للنادي الرياضي الصفاقسي باش نكونوا معناه ندعموه في العمل نتاعو وفي المستقبل نتاعو.